الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل: المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب، فأول القسمين منها أربع، وهي التي مرت بالضم ترفع، وكل ما بضمة قد ارتفع فنسبه بالفتح مطلقا يقع، وخفض الاسم منه بالكسر التزم، والفعل منه بالسكون منجزم، لكن كهندات لنسبه انكسر، وغير مصروف بفتحة يجر، وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم. والمعربات بالحروف أربع، وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي، وخمسة الأسماء والأفعال، وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفعه بالواو مر واستقر، والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف، والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف. وعن كسو جرني باب معرفة علامات الإعراب، أما باب علامات الإعراب وسميت عن ذي اللبضة عبارة بيت كل شيء قبع. وحن سو شيء نه باب كاسي شن الرماد إنه كهذ ليجي شن تي الرماد واسو توضحني شن تي الرماد نوحي هايين علامات الإعراب وأفر يطوان أفر وصول يطوان فروعة يا علامات الإعراب كمان هي أيجلا يينو سديدة لح أسماء يلبى أفعاله لو مضوي أرن كسد حالو كهذا لوحة وهي اسمها ما لا ينصرف بحكة دقة صرفها بحق الديدة سقال إلا يا الديدة بانيره سقال كا إلا نوحي خوص إمانا يان شبيهيد اسمها فعلي وشبهه اسمها بركو فعلي شبهه أيو ما لا ينصرف نغوني وحونا شبهه يا سقال كا إلا هدي اسمها كسويه سقالك إلا اسمك صرفك وديه وحنو قيب إن الله بقيب قيب مد مد بيقو في ليه صرفك من عنتي وعلك لا إن لو كير ومبهنا قيبنا الله والله إنا يسوي مادان أي الشرط وهل كل جد كمال في الله صرفك من عنتي علوي إنك هل صرفك من عنتي وغفلا وحيا هايين صيغة منتهى الجموع يا ألف وطانيث صيغة منتهى الجموع جموع ماشي أي كنا ما نيس الصيغة دي وصيغة جمع تكسير صيغة لاسين الله صيغة ويانا مفاعلة يا مفاعيلة وأننا حروف شنا أي مفاعلة ككوبية هاي قام قارا هانين دو أو حركيسية هاي والله ماذا حرف وغري وكر بقيه حرف كسد حد وألف ريبا حرف كأفرادنا وهوس بقيه حرف كشرادنا وحرف الإعرابك مفاعيلنا وحنا لو اللي حرف لو ظهر وكر دجنهين كسد هذا وألف ريبان كان شنا جانا أفراد وهوس دجن هاي كان شنا ديا ريبان أيه كان اللي حذنا حرف عربي إيه ألف وتعنيث ومقصورة إيه ممدودة عن وقيب الني لو ظهر إلا مدول بجوني إذا يصير في من عندي وقفل أنت إلا كلا إن الله كنا نقوم بحنا إلوين قال والله ما صار في قوم من عنا يوحى إن الله بدأ اللي صار في قوم من عنا يوم يتكمل ده وإنا صفة نقطة لازم أما علم صفة هي إلا كله أما علم هي إلا كله صفة ده وحى صار في قوم من عيابا إن ده سده إلا سده لا إلا نوحى هاي يعني عدل وزن الفعل زيادة ألف ونون علم كده وحى صار في قوم من عنا يبان صفة أرتوا شيء نيو وحى إن صفة وحى ليه ده اسمه marku ismi yahay magacuu yahay hadana tilmaan wato oo tilmaan ku tusinayo calamka waa naqaanayo shakhsi gaar ah ee magaci weeye calamka waxa sanfiga la madciyaaba in lix cilo lixda cilo saddex wuxuu la wadaagaa sifada kubi la madcinay oo cadli iyo waznul fi'li iyo ziyatu alif nun saddexna gooni buu leeyahay tarkib masjia ajami nimo iyo taanith bigeer alif alif waxa rahayn in lagu taanithiyo alif waxa rahayn wuxuu noqonaya ta in lagu taanithiyo ta marbuuta ama ruuxa magaca iskala ayaa bu anasa wayahay
اللوين كي صرفي من عليا هلك عين صوب حني أرك كي سدحاد وكهذا ويا كتابك أرك أفراد باب كالمصنف كوك كهذا اللي وحوها اسمي بحوك جردا فعل أنا بحوك جردا فعل سد حرف أيو كجردا يو واو يا 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 ألف أيو كجردا بجري فالنحو يغزو يهتدي يخشى قوت بعلة يغزو واو يا أضم بيا يهتدي يا أضم بيا يخشى ألف ما أضم بيس أفعاش ياسي ومعتل بكيرين واي هاي اسم محو كجر هذا لما حرف أكلي أيو كجر هذا فعلة وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاضي والفتاة بها عرف اسم محو كجر هذا أكلي ألف ياء واو كمجر هذا أرنك شرادي أدن بيو كهض لمصنف كوحوها اسمي كو مخاجر وعراب لغو قدرة فعلي مخاجر وعراب لغو قدرة وعير اسمي سندح جانا يا عراب لغو قدرة لماذا يمعط الكاها إيو اسمي يا المتكلم لو إضافي اسمي يا المتكلم كلو إضافي إيو اسمي ألف تكوجي خلال لماذا سي سندح لعراب لغو قدرة اسمي يا المتكلم إيو اسمي يا كوجرنة لما العرب يا لغو قدره يا حالة الرفع يا حالة الخفض لما ذا سال لغو قدره حالة النسب مرك وجوهنا في الحدي ويك ظاهري فعلي كوي من سند حدي فعلي ومعتل كها يا عرب لغو قدره سدال لغو كلا قدره فعلي ألف تكجر لما العرب يا لغو قدره حالة الرفع يا حالة النسب يا لغو قدره حالة الجزم حذف بيك ظاهري فعلي ووضة كجران يا فعلي يأذى كجران هل إعراب كليا لقو قدرة حالة رفع عمر كجوغا ضم لقو قدرة حالة النسبة فالحضاء كظاهري حالة الجزمنة حدث بيك كظاهري وايهي وحيامي أكوزي هذه انتاسي أي هايين فعلي حالة الجزمة مركا وجوغا سكونة لقو جزمية أما حذف النون أما حذف حرف العلة سنحن نقبها لقو جزمية وايهي هل كاسو نوجو قد درسية عاوة وحان كب الله ري باب كي هاد دير آسو شيق لي وباب معرفة علامات الإعرابها أيو مصنف كا سي إجمالي أيو ديب وقول نغضي كاسو قيبي معرفات كي سيدات هاي الإعرابي ايا وحو قيبي قار حركة لغو إعرابي يا قار حروف لغو إعرابي قار حركة لغو إعرابي يا قار حروف بلغو إعرابي حروف هذه لغو إعرابه حروف تؤدن ووضا النائب حركة نائب كتاي وحرف إعرابة أصل بالنغضة حركة سي هذه لغو إعرابي حركة أصل لوين نغضة نائب نوين نغضة أصل حركة هذه أصل تايوان نقارنها حالة رفع مركز اللي جوا الضمة الورفعية وأصل حالة النصب فتحة النسبية وأصل حالة الخفض كسرة الخفضية وأصل حركة إلى نائب نقطة والغي يا جمع مؤنث سالم وحالة النصب تشوه حالة النسبية كسرة النسبية كسرة وحركة لكن أصل ما هي فتحة نائب كتاي اسم ما لا ينصرف حالة الخفض جو محل وخفضية فتحة وخفضية فتحة وحركة لكن ونائب أصل معها مركز وهي هي حركة ما يخال لو إعرابة حروفنا ما يخال لو إعرابة معربات كي سديدها أفر حركة لو إعرابة أفر حروفها لو إعرابة أفر حركة لو إعرابة يبابو رفع مركي اللي جوه أفر تنضمن لو رفعني يوي اسم المفرد جمع التكسير جمع مؤنث سالم فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أفرتان حركة الإعراب حالة رفع مركي جوان ضمة الورفعية ضمنا وحركة حالة النسب مركي جوان أفرتان سدح كمدة فتحة النسبية هل كمدة وجمع مؤنث سالم كسرة النسبية هي فتحة هي كسرة لوضع وحركة وايهي حالة الخفض مركي جوان اسم أبالة خفضينية waxaa lagu khafdiyaa kasra adu ma la yasarif oo sanahay ba la yasarif hadu yahayna waxaa lagu khafdinay fadhxa ee fadhxada iyo kasrada labada waa xarako xaalatu jazma hadii uu joogana sukun ayaa lagu jazmini waad u sanu'tan al-akhir hayna wa mu'tal al-akhir hadu yahay xadfu xarf al-illa lagu jazmini
qoladan xuruufta lagu iqraamay ayaguna waa afar afartaasina wax weeye asbaab al-khamsa iyo tathniya iyo jamc mudhakkar salib iyo af'aal al-khamsa intaasuu rabaa dabada inuu ka maro al-mucrabaatu waxyaabaha la icraabo kulluha dhammaanteed qad tucrabu waxaa lagu icraabi bilxarakaati xarakooyin ayaa lagu icraabi aw xuruufin ama xuruuf ayaa lagu icraabi xuruufta oo taqrubu xarakaadka u dhow yacni waxa mucrabaadka ee xarakaa lagu icraaba ama xuruuf xarakada u dhow ayaa lagu icraaba u dhow muxuu u jeedaa markaydaan ogaan doonna almucrabaatu waxyaabaha la icraabo kulluhaa dhammaantooda qad tucrabu waxaa lagu icraabi bilxarakaati xarakooyin ayaa lagu icraabi aw xuruufin ama xuruuf ayaa lagu icraabi xuruufta oo taqrubu xarakada u dhow fa awalu lqismayni labada qeyb kan hore waa qeybtii xarakada lagu icraabayey fa awalu lqismayni labada qeyb kan hore minhaa mucrabaadka xaal uu ka mid yahay arbacun afi labada qeyb kan hore waa qeybkii xarakada lagu icraabayo mucrabaadka ka mid ahaaye afar uu qeybsamaa weeye afartaa allatii tii weeye marad soo martay turfacu xaal lagu rafcinayo dambe min dambe lagu rafcinayo xaalatu rafca markii la jooge dambe maxaa lagu rafcinayo afar afartii dambada lagu rafcinaya xaraka lagu icraabaa ismi mufrad jamcu taksir jamcu waa nafsusaalin ficil mudaarica aladii lam yatasil biakhirihi shay sidaasuu rabaa inuu ku yidhaahdo fa awalu lqismayni labada qeyb kan hore waa qoladii xarakada lagu icraabayay minhaa mucrabaadka xaal uu ka mid yahay arbacun afar weeye weeye afarta allatii tii weeye marad bartay turfacu xaal lagu rafcinayo midba min dambe lagu rafcinayo waayahay marka sidee xaraka loogu icraaba afartaa tiibuu rabaa inuu ku caddeeyo wa kullu maa shay dhammaantii qad irtafaca rafcoomay bidamatin dambe ku rafcoomay fa nasbuhu nasbintii bilfadxi fadxa lagu nasbiyo mudlaqan xaal u yahay mid la idlaaqay yaqacu uu dhici yacni shay kasta oo markii la rafcinaya dambe lagu rafciyey marka la nasbinayana fadxaa lagu nasbiri sidaa inuu ku yidhaahdu rabaa laakiin waxaad garani rafcada dammada afar mawdicay gelaysaye fadxada baabu nasbi markaa joogto afar ma gelayso saddexay gashaa jamcu manatusaaliu isagoo kasra nasbin doonaa isagaaba ku sheegi doonaaye wa kullu maa shay dhammaantii qad irtafaca rafcoomay bidamatin dambe ku rafcoomay waa afartiiye fa nasbuhu kaa nasbintii bilfadxi fadxa lagu nasbiyo mutlaqan xaal u yahay mid la idlaaqay noocu doona ha noqdo yaqacu nasbaha fadxa lagu nasbiyaa dhacaya wa khafdu lismi ismi khafdintii minhu afartaa xaal uu ka mid yahay afarta dammada lagu rafcinayay wixii ismi ah khafdin la khafdiyo kaa'inun bilkasri maya wa khafdu lismi ismi khafdintii minhu afartan xaal uu ka mid yahay ultuzima waxaa loo laazimay bilkasri kasraa loo laazimay ismi kastoo la khafdinayo oo qoladii dambada lagu rafcinayay ka mid ah marka la khafdinaya kasraa lagu khafdini wa hadduusan maalayan sarif ahayn waa taqaada maalayan sarif hadduu noqdo fadxaa lagu khafdin doonaa wa khafdul ismi ismi khafdintii minhu afartan xaal uu ka mid yahay ultuzima waxaa loo laazimay ismiga khafdintiisa bilkasri kasraa loo laazimay walficlu ficil minhu afartaa xaal uu ka mid yahay ficliga afartaa ka mid ah oo dambe lagu rafcinaya kaa weey waa ficliga lam yatasil biakhirihi shay kaasuu ahaa ficil mudaaric lam yatasil biakhirihi shay walficlu ficil minhu afartaa xaal uu ka mid yahay munjazimun mid jazmoomaya wey bisukuuni sukuun ayuu ku jazmoomi waa hadduusan muctal ahayn asna intii buu marka rabaa inuu saaro oo xaalatu rafca marka uu joogo afaraa dambe lagu rafciyey taa waa wax laga soo reebaya male xaalatu nasbada afartii nasb fadxa laguma wada nasbinaye jamcu muanatu saalim ayaa ka baxaya kasraa lagu nasbini saddexda kalaa fadxa lagu nasbini xaalatu lkhafda markii ay joogaan afarta ficli lamaba khafdiye igada saddexdii asbaad ahayd marka la khafdinayo kasraa lagu khafdini hadduusan maalayan sarif ahayn maalayan sarif hadduu yahayna fadxa lagu khafdini marka la jazminayo ficil mudaarica aladii lam yatasil biakhirihi shay marka la jazminayo sukuunaa lagu jazmini waa hadduusan muctalul aakhir ahayn xasba xarfulcillaa markaa lagu jazmini intaasu rabaa inuu kuu sheego
لا وخفض الاسم اسمي خفض انت منه افرت حال وكمد هي التزم وحلول لازم بالكسر كسر لو لازم والفعل فعل منه افرت حال وكمد هي منجزم متجزم ما يوي بسكون سكون يكون جزم لكن كهندات انت برامك انه صور هبه لكن كهندات هندات اوكل هند وجع وانا تسالم قرو لكن كهندات هندات يا وحا لميدك ان كسر و كسرومي لنسبه نسبه زدرتي سو كسرومي هنداد او جمع معنى تصالي مو بابو نسبة جوهو وو كسرو ميو كسرا لغو نسبية لكن كهندات هنداد يو حلبيت كا ان كسر وو كسرو مي لنسبه نسبه زدرتي سو كسرو مي وغير مصروف ان كي لسر فيه غير كي ما لا ينصرف كي يجر ولا جري بفتحة فتحة لغو جري ما لا ينصرف فتحة لغو جري وغير مصروف ما لا ينصرف كي يجر ولا جري بفتحة فتحة لغو جري وكل فعل فعل كسته فعل جو كارا هذا معطلا معطلا هذا جزمة وحل جو جزمني بهذا حرف علة حرف العلة حذف كيس الجو جزمني كما أقول مسيد اللي سوء قال فعل معطل الآخرة سقول الجو جزمني هي حذف علة الجو جزمني حذف حرف العلة الجو جزمني نيابة عن سكون بنا النقطة يعني أنت واد فهمت قلدي حركة الإعراب هي واد فهمت قلدي حروف الجو إعراب هي قبوها والمعربات كما لو اعرابا بالحروف حروف لو اعرابا اربع افراد حروف لو اعرابا افراد لو اعرابا وهي افرت المثنى مثنى كون هي وذكور رق او تجمع لجمعي جمعا جمع او صحيحا صحيحا يعني رق جمع تصحيح لجمعي جمع ذكر سالم بوجيدا وهي المثنى وهي هي وذكور رق او تجمع لجمعي جمعا جمع لجمعي جمع او صحيحا فيه كالمثال مثال كي وهي الخالي صومري مثالا صومر ناجري كالصالحون هم أولو المكارم يسو مثالي الصالحون دي يوكلي يؤلو دي يوكلي وهو يكون في إسرائيل جمع مذكر صالح بيا خاييني كالمثال مثال كي وي الخالي صومري وخمسة الأسماء هي أسماء دي شنطة هاي دي والأفعال أفعاش شنطة هاي أفر تاسع حروف لو يعرامة مثنى جمع مذكر صالح أسماء الخمسة أفعال الخمسة وكالمثنى مثنيه وحال ميده الجمع جمع في نسب النسب اي كل ميده يوجر جر يعني مثنى يجمع مذكر سالم حاله النسب هي حاله الجر مركي جوغان واسكو نوع يابا ساس اجيده وكالمثنى مثنى اي لميده الجمع جمع في نسب النسب أي كل مدي هي وجر جر ورفعه جمع مذكر سالم رفع انتي بالواو واو الرفعية مر وصوم مر واستقر ورسون هذه جمع مذكر سالم واو الرفعين أيه ويصوم مرتي وين سوناتي والخمسة شنتي الأسماء وأسماء ذهن الأسماء الخمسة كهذا الجمع جمع على لم يتاي في رفع رفعها اسماء الخمسه باب رفعها دي لا جوه جمع ذكر سالم اي لم يتاي واو ايا لو رفعين ساسو روايد كو يرهدو والخمسه طول اسماء واسماء دي شنت هي كهذا الجمع جمع على اي لم يتاي في رفع رفع دي سي كل لم يتاي يا وخف ويا وخفض خفض وجمع ذكر سالم حاله رفع محل رفعين واو محل خفضين يا أسماء الخمسة أساس ويانو حالة الرفع هذا وهو يانو رفعني حالة الخفض هذا رياء يانو خفضني هذا ما جمع مذكر سالم يا أسماء الخمسة حالة النسبة كل يي كل بدريه وجمع مذكر سالم يا أبي الجون اسمه سما أسماء الخمسة ألف على نسبنا أنت أسرع إلى كوير هذا والخمسة طول أسماء وأسماء دي شنطة هيد كهذا الجمع جمع على لم يتاي في الرفع رفع يقول بيتاي وخفض خفضة وانصبا أسماء الخمسة واحد كل نسبي سال بالألف ألف كل نسبي جمع مذكر سالم يا ابن المنسب يا صومها اسماء الخمسه الف كن نسب والخمسه شنتي الف عال افعال ما افعال واي ونعتي على الخمسه تدي متدها والخمسه شنتي الف عال افعاش هي رفعها رفع انت اذا عرف وحا لو يقانا بنونها نون تن افعال الخمسه باب رفع جو محل ورفع يا نون نون لو يقان والخمسه شنتي الف عال افعاش هي رفعها رفع انت اذا عرف وحا لو يقانا بنونها نون تيدا لو يقانا وفي سواه وتنحرف النون تي ويحذفومي في سواه سوى الرفع رفعه وحا كسوخري
فعل خمسة حالة الرفع مركو سجوجي وحالة النسبة هي حالة الجزم مركو جوجي نون تاجوي انت صورة وين كويل هذا ولا خلط شنتي ألف عال وأفعاش هاي رفعها رفع انت إذا عرف وحلوية قلنا بنورها نون تاجوي وتنحذف ويجوي في سواه سوى الرفع رفعه هي كسوها نسوى حذفهم ويجوي والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عاو عفلة يا عشر كأدب وفلود يهي قبل أن فيرين وفهم كسيدة وياهي.